دمج الحضارة المعاصرة بالتراث الشرقي العريق فكرة انطلقت من حاضنة دمر الحرفية بهدف تطوير الصناعات اليدوية الصغيرة والحرف التراثية الشرقية حفاظاً عليها من الاندثار ولتغدو رافداً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني. حاضنة دمر هي عبارة عن مشروع تنموي متكامل تاجي تعليمي تسويقي. مهمة المنظومة الاقتصادية جمع شيوخ الكار لإحداث التكامل بين الصناعات الصغيرة بغاية تطويرها وتعليم أصول الحرف التراثية للأجيال القادمة من خلال تزويد الحرفي بالمعلومات اللازمة لتطوير حرفته أو تقديم المشورة له أو إحداث التكامل بينه وبين الصناعات القريبة لحرفته. هلا انا بالنسبه لي هون في عم نشتغل مثلا بمجال احلال المستويات، اي جهاز اجنبي نساوي بديل وطني له، نضيف عليه ميزات. في عندنا مثلا مثل هذا جهاز تعقيم اجنبي للادوات الشخصيه والادوات التعقيم يعني عن طريق الاشعه البنفسجيه. نحن سوينا جهاز وسعناه انه ياخذ الاوراق النقديه وياخذ المستندات واي شغلات مستلزمات خاصه بالنسبه له بيعقم عن طريق الاشعه، بأوسع بمجال ياخذ الاوراق الاي 4، هون مثلا ما بيقدر ياخذ شيء. في عندنا بلاطات السقف سويناها بديكور شرقي نحن وبنص القيمه يعني عن السوق. في كلوبات شرقيه، في كلوبات اجنبيه بنضيف عليها حساسات اضاءه تستعمل مثلا بكل شيء متطور نقدر نضيفه عليه على الكلوب. الميزات اول شيء بنعطيها اللمسه الشرقيه لها ومنضيف عليها اضاءه مثلا تكون جايه 220 نحط عليها 12 فولت. لم يتوقف نشاط الحاضنه على التعليم والتدريب والانتاج، بل شمل التسويق والترويج وتطوير البحوث الحرفيه. في عندنا مجال هون بتدريب الدورات، الشباب المستهدف هو الشباب اللي ما قدر يتابع تعليم او كذا، فهون بتامن له فرص عمل جيده ان كان ان تخرج بمستوى جيد جدا حتحتفظ فيه الحاضنه، بمستوى جيد حنزود فيه القطاع الصناعي والحرفي بالعماله المؤهله اللازمه. فنحن حنعلمه كيفيه تصنيع هي الماده، ان كان منظفات، ان كان صابون، ان كان معقمات، ان كان مواد تجميل، مكياجات، ان كان الاصبغه، حيكون تطبيق نظري وعملي بادوات مخبريه حديثه ويكون اليه العمل بشكل صح. يعني احنا مقدمين كل شيء للطلاب من تقنيات واجهزه، كل شيء حديث بالمهنه. عندنا خبيره مكياج وخبيره البشره راح تكون من الاساسيات من الاول للنهائي. في عندنا مبتدئات وعندنا اكاديميات. عندنا دور المزادات الحرفيه، عندنا المتحف الحرفي، عندنا صاله المعارض، وعندنا جمعيات لدعم ذوي الشهداء لتعليمها وتدريبها، وعندنا تعليم لفنون التزيين والجمال والكهرباء والصداف وحرفة العواد الموسيقية وكثير من الحرف التراثية التقليدية السورية.